السلام عليكم. ظهرت والدة الشاب المغدور جمال بن اسماعيل وهي متعثرة جدا على ما حدث لابنها، وقالت في تصريح لقناة محلية ان الله ابتلاها ليختبر صبره، كما صرحت ان ابنها الاخر قد تم الغدر به في وقت سابق ويدعى اسحاق بن اسماعيل. وللاشارة، استشهد الشاب جمال بن اسماعيل على يد مجهولين بعد ان قاموا بالصاق التهم عليها وهو بريء، وقاموا بانهاء حياته. وبعد تحقيق وتحريات دقيقة، تبين أن الشاب ينحدر من مدينة خميس مليانة، يتميز بطيبته وأخلاقه العالية. ذهب إلى منطقة القبائل ملبيا النداء لإغاثة إخوانه ولتغطية الأحداث بوسائل بسيطة، ولكن شاء الله أن تكون آخر أعماله الصالحة هناك. وظهر والده وهو متأثر جدا، وفي تصريح بطولي قال أن من قاموا بهذا الفعل لا يمثلون أبدا منطقة القبائل، طالبا الجزائريين التحلي بالصبر وعدم الدخول في الفوضى والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.